النهاردة هنتكلم على جزئية في العلاج التحفظي للأسنان. كلمة علاج تحفظي يعني أنا عندي جزء مصاب من سنة خلق الله عز وجل أو ضرس أو نيب وأنا عايز أحافظ عليها. لورا الطرق التقليدية إذا في حاجة هنعمل لها حشو أسنان بقى في حاجة جديدة اسمها إنليز، يعني الجزء المفقود من السنة بعوضه بجزء تركيبي عن طريق الميلينج اللي هو الخرط، بيصنع بجهاز اسمه كاد كامل هو كمبيوترايز ايديد ماشينري، يعني بيصنع الجزء المصاب من السنه عن طريق اجهزه الكمبيوتر وعن طريق تصميم بالكمبيوتر وبدون تدخل بشري. الموضوع ده مفيد جدا ان هو بيدي دقه شديده للجزء المصاب من السنه، بدل ما ابرد السنه اللي هي خلق الله عز وجل، لا انا بعوض الجزء المصاب بجزء تصنيعي بس مصنع على البصمة السنية وبجهاز ثلاثي الأبعاد بيعوض الجزء المفقود من السنة وبيعمل علاج تحفظي ليها. فلازم كلنا نبقى عارفين ان العلاج ده متاح وان التكنولوجيا العلمية وصلتنا لهذا الخط العلاجي، وبنضيف يعني الخلفية الطبية بتاعتنا هذه المعلومة.